بعيدا بقى عن النادي الأهلي، هو أول من قرر تحويل كرة القدم إلى منتج وصناعة حقيقية لها أبعاد تسويقية كبيرة جدا ومختلفة. كابتن حسن تاريخ عظيم، أخلاق رفيعة، كلامه بالميزان الحقيقة، وعشان كده الكاف قرر تكريمه. بس كابتن حسن كان له تصريح تاريخي لما قال إن الوسام الذهبي اللي تم تكريمه به ليس تكريما لشخصه فقط، وإنما تكريم للنادي الأهلي وقيمته بنظامه وتقاليده ومبادئه ولاعبيه ومدربينه ومن قبلهم جماهيره. لو تفتكروا حضراتكم التكريم ده، كابتن حسن قال إن هو بيعتز بيه لأنه يتعلق بإنجازات وبطولات تحققت وما كان لها أن تتحقق إلا من خلال منظومة عمل جماعية ساهمت فيها كل العناصر، سواء مجلس إدارة، أعضاء نادي، أجهزة فنية، أجهزة إدارية، أجهزة طبية، لاعبين، قبلهم طبعا مساندة الجماهير اللي بتمثل رأس المال الحقيقي لهذا النادي الكبير والعريق، والتي يجب أن تظل داعمة أو الداعم القوي لتحقيق المزيد من البطولات وإعلاء قيمة النادي الأهلي في كافة المحافل. كابتن حسن كان عنده هنا من حوالي سنتين مع كابتن مصطفى عبده حلقة، لما جه وفرجته الحقيقة كنت أنا يعني سعيد جدا جدا بان انا اقف في حضره هذا الاسطوره الكبير جدا، وكنت بقول له يا كابتن اي حاجه في هذه القناه كنت حضرتك سبب فيها، كلنا كجمهور النادي الاهلي ومحبين لنادي الاهلي بنشكره على هذا الامر. حاجه تانية مش هتلاقي في اي مكان تاني غير في النادي الاهلي، دائما يعني اللي بيجي بعد رئيس نادي يقول لك الرئيس اللي قبلي ده مش عارف ايه، وحضراتكم بتشوفوا مثل هذه الأمور في أندية أخرى، ولكن داخل النادي الأهلي ما بيحصلش هذا الكلام. داخل النادي الأهلي بنحتفل بكابتن حسن، بنحتفل بكابتن صالح الله يرحمه، بنحتفل طبعا بكابتن حسن ربنا يديله الصحة، بنحتفل بكل الأسماء الكبيرة والرموز اللي أثرت بشكل كبير في النادي الأهلي. أعتقد أن دي أجمل وأحلى بداية لحلقتنا.